طيب يعني دي زي ما قلنا كده مواقف وطرائف كأس مصر، ودي حصرية في الملاعب المصرية. بينضم إلينا كابتن جهاد جريش الخبير التحكيمي. كابتن جهاد يا صباح الفل. رجاء صباح الخير حضرتك وعلى كل مشاهدينك. طيب إيه اللي بيحصل؟ وضع مش مظبوط يعني، بتكلم عن التحكيم بالمنظر ده معلش يعني، ما ينفعش كاس مصر في دور 16 ماتش كبير زي انبي وفيوتشر بالمنظر ده، وشفنا اخطاء تحكيميه كبيره ووضع وانسحاب فريق وفار متعطل وقرار مش مظبوط، يعني حاجات كتير حصلت. ماتش الماتش لسه شغال على فكره دلوقتي. ما انا عارف يا رب ان شاء الله باذن الله. الماتش دلوقتي بيتلعب في يومين، يوم اللي خلص واليوم بدأ الجديد من امبارح صحيح بعد الساعه 12. فبتتكلم على، لا بتتكلم على احداث مش موجوده في حته في مكان يعني. انا هكلمك على الهدف الاول اللي عمل مشكله الاساسي، الحكم لغى الهدف الفيوتشر اللي اتحسب ماشي كويس جدا. الكره بمنتهى البساطه، انا كحكم موجود في مكان مش مظبوط، خدت تمركز مش مظبوط، الكره خبطت في رجلي. القانون بيقول لو انا الكره خبطت في الحكم او جت في الحكم وغيرت استحواذ الكره من فريق A لفريق B، الحكم لازم يوقف اللاعب ويعمل اسقاط للفريق اللي المفروض يستحوذ على الكره. هو الحكم فهم الموضوع غلط، ان الكره خبطت من فيوتشر، من لاعب فيوتشر فيه ورجعت لنفس اللاعب فيوتشر. بس خلي بالك يا حكم، لما خبطت الكره فيك لو ما جاتش جت فيك كان الاقرب للكوره هو لاعب انبي، وبالتالي انت عملت ديلي للكوره وديت استحواذها لفيوتشر اللي لما الكره خبطت فيك هو رقص لاعب انبي بالتاخير ده، بالديلي اللي حصل للكره دي. طب انا عايز اسال سؤال معلش فني كابتن جهاد، هو اي اصطدام للكره بيها الحكم مفروض اللعب يتوقف ويحصل اسقاط، انا فاهم صح؟ لا مش كده. لو انت استلام الكره فيك غيرت استحواذ من الفريق، من فريق لفريق اخر، يعني ده بيرجع الموضوع التقييم بتاعه للجهه للحكم نفس الفريق. مفيش اسقاط ولا في توقف للعب، استمر اللعب كما لو كان الحكم هوا زي القديم يعني. لكن الجديد بالنسبه لنا، انت لما تخبط فيك وتغير اتجاهها لفريق اخر لفريق تاني، هذه المشكله. طيب يعني احنا بنرجع بس في النقطه دي، نادر ايه لما راحش بالصوره ان الكوره كان مع لعيب فيوتشر بس كانت طويله منه، لما خبطت في نادر رجعت لنفس اللاعب بتاع فيوتشر. طب لو احنا افترضنا الخطا لمس الكوره ده او خبطه الكوره دي ما جاتش في الحكم كانت راحت للاعب انبي، وبالتالي انت غيرت استحواذ على ارض الواقع، غيرت استحواذ من لاعب انبي اللي كان هياخد الكوره للاعب فيوتشر اللي كان معاه الكوره. يعني السؤال هنا يا كابتن جهاد، هل مساحه ان هو الحكم ان هو يعني يقول او لا دي مساحه مفتوحه للحكم من واقع مشاهدتك للعبه؟ لا اللعبه فعلا واضحه وصريحه في الشاشه لما شافها. الكره كانت رايحه للاعب انبي صراحه. هو غير اتجاه اللعب، رجعها للاعب فيوتشر اللي بعد كده رقص وجي جون بعدها، وبالتالي كان خطا واضح. كان لازم يمشي مع الفار، مع حكم الفار، ويلغي الهدف ويستنى في اللعب باسقاط للاعب انبي. حلو قوي. للاعب انبي. طيب